كل ما كان الـ 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 العمل مخطط له بشكل جيد كان في تحفيز، واحنا نعتبر الجائزة هذه أداة من أدوات التحفيز اللي احنا نستخدمها لتطوير قطاع رياضة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، والتزام أيضا قيادتنا السياسية بوجود خير يعم كل العرب وبل يعم كل العالم فضل طبعا القيادة السياسية بدولة الإمارات. أنا ما بحاول أمشي بسرعة في الجائزة، في طبعا في بعض الإخوان اللي كان لهم سبق وشاركوا ويعرفون في الجائزة، وفي بعض الإخوان الأخوات يمكن حتى أشوفهم الأول مرة في هذا اللقاء، فإحنا بنعطي جزء أو حديثي بيكون جزء تاريخي أو جزء بس يعني استرجاع للجائزة وحتى نتذكر. الجائزة مثل ما أنتم عارفين أنها هي انطلقت من فكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويمكن من الجوانب اللي احنا محظوظين فيها أن قيادتنا السياسية في دولة الإمارات تحب الرياضة، تعشق الرياضة، تحاول أنها تعزز الشباب واتجاهات الشباب. ولو توقفنا عند هذا هذه الجزئية نشوف أنه يمكن في دول المنطقة العربية بشكل عام أو حتى المنطقة الشرق الأوسط من أكثر الدول استضافة للأحداث، من أكثر الدول قيادتها قريبة من الرياضيين، من أكثر الدول يمكن حتى في المشاهد العامة في الإعلام نشوف أن قيادتنا السياسية نشوفها دائما ما شاء الله قريبة من هذا، وهذا هي نقاط إيجابية ومضية وتعزز. ويمكن تكون يعني سنويا في دولة الإمارات، نتكلم لو نتكلم عن مجلس دبي الرياضي على سبيل المثال ينظم سنويا أكثر من 400 حدث غير المؤسسات الرياضية الأخرى، وبالتالي نشوف الفارق ما يوازي منها طبعا من ضمن ال 400 حدث تقريبا 70 حدث مستوى دولي. اليوم ما في دولة في المنطقة مهما كانت نوعية الحدث يعني تستضيف مثل هذه الأحداث، إذن هذه نقاط إيجابية ونقاط معززة. وبالتالي من هنا يعني جت الفكرة في أن تقريب المثل للقطاع الرياضي وللشباب في دولة الإمارات، وأن لابد أن يكون هناك تحدي، والتحدي هذا من الممكن ترجمته، والتحدي هذا يجب أن لا يعالج أو نحاول تغلب عليه بطرق تقليدية. المفروض أن احنا نبتكر ونروح إلى أشياء إبداعية، وهذا يا مضمون وفلسفة الجائزة هذه في فكر صاحب سمو الشيخ محمد. طبعا الجائزة بدت على المستوى المحلي والعربي في عند بداية انطلاقتها في عام 2008 تقريبا، وتطورت فيما بعد ووصلت إلى المستوى الدولي في دورتها الرابعة في عام 2012، وهذا اللي زاد من يعني مصداقية الجائزة من مصداقية أيضا المؤسسة الرياضية بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة. بنشوف المستويات أو بنتحدث عن المستويات اللي الكل يعرفها بس بنركز عليها، يعني عندنا المستوى المحلي وهذه خاصية لمؤسساتنا، يعني كان في فكر أن نغير يعني ندمج العربي بالمحلي، لكن اتجاه آخر أن لا المحلي يجب أن يكون له خصوصية حتى نشوف أخواننا ونشوف زملائنا ونشوف مؤسساتنا على منصات التتويج، وبالتالي تم تحديد هذا الجزئية. المستوى العربي أيضا نحافظ عليه، كان في اتجاه آخر أن احنا نضم العربي للعالمي وبالتالي كل دولي، لا احنا حافظنا أيضا على هويتنا وعلى خصوصيتنا الوطن العربي، وأن توجيهات القيادة السياسية اللي تقول لن يعم الخير دولة الإمارات ما لم يعم الخير كل العرب، وبالتالي من هذا المنطلق أيضا فردنا وخصصنا للجانب العربي والجانب الدولي اللي هي لغة اليوم، ونحن نقارن فيها دائما المقاييس في المستويات المعيارية بيننا وبين الدول، فبالتالي لابد أن يدخلون معنا كل دول العالم، ومن هذا المنطلق أيضا خصصنا للدولية. نبدأ عن إحصائيات بسيطة، عدد المشاركين في الجائزة خلال السنوات كان 776 مشاركة، طبعا بنشوف بالمقارنة بالفائزين
فيما بعد الدول كانت 19 دولة تكرارها تقريبا على المستوى المحلي والعربي، 96 عدد الفائزين والمكرمين خلال الدورات السابقة. يعني لما نشوف ال 776 من 96 نشوف كم نقول واحد من سبعة تقريبا 15%. فبالتالي يجب ان احنا ما نفكر فقط في ان يعني بنتقدم وان احنا بنفوز، احنا نتقدم لان احنا نجود ملفنا في المره القادمه والمره الثانيه، ولكن ليس فقط الهم ان احنا انا بس افوز وخلاص. عدد الفائزين والمكرمين من دوله الامارات 42، وهم تقريبا يعني 50% من العدد المتقدمين خلال الفترة الماضية. العام هذا اللي هو الهدف من هذا اللقاء، العام هذا في 2014 عندنا التنافس ينصب في اتجاهين، اتجاه الإنجازات اللي هي أفضل الإنجازات، وليس أن حققت إنجاز لازم مكرم. احنا ما نتكلم عن مكافأة، المكافأة هذه لها يعني إطار ولها تراك معين من خلال الاتحادات والهيئة العامة للرعاية والشباب والرياضة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يطول عمره سنويا يمنح الفائزين اللي حققوا ألقاب بمكافآت مالية. احنا نتكلم عن إنجازات وعن إبداع وعن حاجة غير مسبوقة حصل، فبالتالي هذا المحور باقي الإنجازات بالإضافة للإبداعات الفكرية التطبيقية في المجال الرياضي من خلال البرامج، من خلال الدراسات اللي طبقت، من خلال الحاجة المستحدثة اللي ممكن أنها تفيد القطاع الرياضي. وتسوي التواريخ هاي اللي تهمكم، يمكن احنا بدينا في اول ابريل فتحنا باب الترشح، ويتنا حتى الان تلقينا استمارات من خارج الدوله، لان في كثير عندنا متابعين تلقينا كثير من الاستمارات، تم استيفاء طبعا منها بالمرحله الاولى، باقي بعض الوثائق ان شاء الله تجينا الفتره القادمه. 31 اغسطس ان شاء الله راح يكون اخر موعد لاستلام الترشيحات، في اكتوبر ونوفمبر هاي الشهرين في اجراءات المفاضله والتحكيم، لان احنا نعتبر الكل فايز الان في وجوده، لكن اللي فايز هني تكون في عمليه لجنه التحكيم وتكلموا عليها الاخوان، حتى احنا نحاول نطلعها من جانب المانيوال الى تكون الكتروني، لان الانجاز يساوي رقم، الرقم يساوي محصله، المحصله هي اللي تعطي الرانكينج للجائزه هذه اللي ياخذها فلان او مؤسسه اخرى. الاسبوع الثالث من نوفمبر من كل عام ان شاء الله سوف يكون الاعلان عن النتائج، وهذا راح يكون في هذا العام في نوفمبر. في 14 يناير راح يكون حفل تسليم الجائزه بالنسبه لجميع الهيئات والمؤسسات، طبعا يسبق الهاب نفس اليوم يسبقها بيوم، ان ملتقى المبدعين اللي يفوز راح نعطيه فرصه انه يقدم ابداعه وانتاجه بالنسبه للجميع، سواء كان لوسائل الاعلام او كانوا للمؤسسات اللي تحضر في هذا اليوم. في الاخير نقول احنا شعارنا المجد لمن يصنعه، شعار الجائزة المجد لمن يصنع، لأن هذا مفتوح للجميع.